أهلا بكم في قناة كوكتيل. فأنا سمعت إن أنتوا لسه مخلصين وكمان بتحضروا للجزء الثالث. بالظبط، احنا خلصنا تصوير الجزء الثاني. احنا المفروض انه كان الجزء الاول والثاني هيتذاعوا مع بعض، بس طبعا حصلت ظروف كتيره انتاجيه، وبعدين دخلنا في الكورونا وبتاع، فاتذاع الاول فقط، والجزء الثاني والثالث ابتدينا نصورهم مع بعض. فخلصنا اوريدي خلاص الجزء الثاني، هيتذاع ان شاء الله قريب. هيتذاع في شهر 11 يعني. انتوا خلصتوا التالت كمان او شغالين فيه؟ التالت يعني خلصنا ربعه تقريبا. انتهى ابطال مسلسل الدرامي الانسه فرح من تصوير الموسم الثاني من العمل المقرر عرضه على شبكه قنوات MBC ومنصه شاهد الرقميه في 8 نوفمبر المقبل، ومنحت الشركه المنتجه للعمل اجازه لابطاله لمده اسبوع ليستأنفوا بعدها تصوير الموسم الثالث من المسلسل. يذكر أن المسلسل الأنسة فرح تم تصويره بين ديكورات الساحل الشمالي وبعض الأماكن في القاهرة، والذي يعتبر الديكور الأساسي للعمل. وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل الأنسة فرح حول انفصال كل من شادي الذي يجسد دور الفنان أحمد مجدي، وفرح التي تلعب دورها الفنان أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلم أن الطفل الذي أنجبته فرح ليس ابن شادي. وتبدأ نادينا التي تلعب دورها الفنانة هبة عبد العزيز في التخطيط كي تحمل من شادي الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، وذلك بعد أن علمت أن النطفة التي قام بحفظها ما زالت موجودة كما هي، بعد أن أبلغها المعمل المختص وتذهب وتجري عملية التلقيح، وبعد أن تحمل تخبر شادي بأنها حامل منه وتجري تحليل DNA لطفلها لتثبت نسبة وتتوالى أحداث العمل. وبعد مرور بعض الحلقات يعرض شادي على فرح الزواج مرة أخرى وتكوين أسرة جديدة، لكن نادين لم تتركها وتبدأ في التخطيط لإفساد حياتهم الزوجية. جدير بالذكر أن طاقم العمل مسلسل الأنسة فرح قد بدأ تصوير الجزء الثاني والثالث قبل عدة أشهر بعد النجاح الذي حققه العمل في الموسم الأول، والذي تم عرضه في ديسمبر الماضي على شاشة MBC. مسلسل الأنسة فرح مأخوذ من مسلسل أمريكي ومقرر عرضه في 4 أجزاء، كل جزء يتكون من 22 حلقة، وحصل الجزء الأول من العمل على نسبة مشاهدة عالية وشهرة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي، كما حصل على إشادات عديدة من قبل النقاد والجمهور. المسلسل من بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي ومحمد كيلاني وهبة عبد العزيز وهدى مجد وعرف عبد الرسول وجيلان علاء ومريم الخشت ومحمد عمرو روسي.